بليتلت ريتش بلازما ات از ان اوتولوجاس كونسنتريت اوف هيومن بليتلت مور ذان 1 مليون بير ليتر بير ملي ان ا سمول فوليوم اوف بلازما كونتيننج هاي كونسنتريشن اوف جروث فاكتور سايتوكاينز ريسبونسبل فور هيموستاسيس اند سينسز اوف نيو كونكتيف تيشو اند ريفاسكولاريزيشن. اول استعمال كان لبليتلت ريتش بلازما اول ما ظهرت كان سنه 1987 by Ferrari. He used it as autologous transfusion component after open heart surgery. من ساعتها بدا استعمالها دخلت في مجالات كثيره. الكومبوننت بتاعتها الاول بتاعت البي ار بي فيها ثلاثه كومبوننت مهمين جدا عندنا. البليتلت فيها حوالي من 3 ل 8 فولد انكريز ذان ان ذا توتال بلاد كونسنتريشن. اللوكوسايتس 5 فولد انكريز ذان ان ذا نورمال بلاد كونسنتريشن. البلازما اند كلوتنج فاكتور ذي ار بريزنت ان ذا سيم فيسيولوجيكال كونسنتريشنز. multiple field of medicine زي المجزيل وفاشل سيرجري بلاستيك سيرجري سبورت ميديسن اورثوبيديك اند تروما في الاوفثالمولوجي في الكارديولوجي في النيورولوجي اند ان درماتولوجي. في الدرماتولوجي استعملت برضو في حاجات كتيره زي كرونيك ألسر والوند هيلينج الفات ترانسفير ديرمال اوجمنتيشن سكين ريجوفينيشن هير لوس اند اكني سكارز. احنا بدانا نستعملها تقريبا من سنتين. بدانا الاول في حالات الريجوفينيشن وده كان البيشنت بيفور اند افتر في ماركت امبروفمنت في السكين بيكشر اند هوموجينيتي اند امبروفمنت في النيزوليبيال فولد. هنا نشوف الامبروفمنت في النيزوليبيال فولد اند البيري اوربيتال رينكلز برضو امبروفمنت في النيزوليبيال فولد البيري اوربيتال رينكلز اند سكين هوموجينيتي اند تكشر دي افتر وان سيجن اونلي او بي ار بي. بس الريزلت بتاعتها بتظهر بعد حوالي شهر وبتستمر لمده شهرين او ثلاث شهور. في الاكني سكارز شفنا برضو لقيناها عامله في المايلد تو مودريت اكني سكارز بتجيب جود ريزلت ده البيشنت افتر وان سيجن. ده انذر بيشنت بيفور اند افتر. There is no standardized protocol for preparation of BRP up till now. At first, BRP was separated by using single spin. At 160 g for 6 minutes, but in 2010 it was found that double spin is more effective because it gives higher platelet concentration than single spin. الأول برضو كنا بنستعملها على لفة واحدة بقينا نستعملها دلوقتي على لفتين. الغريبة بقى إن دلوقتي بيقولوا إن different techniques and quantities and speeds lead to variation in the volume and the concentration of platelet and the growth factor yielded. Typically 10% of the initial blood volume give BRP, but platelet concentration of the final BRP vary greatly between different techniques and even in the same technique. يعني أنا لو عملت التكنيك نفسها للبيشنت باجي مرة بلاقي البليتلت كونسنتريشن عالية ومرة تانية الاقي البليتلت كونسنتريشن قليلة. يعني ده لحد دلوقتي مش ثابتين على طريقة معينة ولا على سبيد معين أو على الفوليوم. احنا حاولنا نعمل برضو كاونت للبليتلت في ديفرنت تكنيكس برضو بس ما وصلناش لستاندرايزد ميثود. The BRP concentration may vary as much as 50% even in the same technique. This variation may explain the conflicting clinical outcomes that have recently been reported after clinical use of BRP. يعني نلاقي في ناس استعملوها في حالات وجابت ريزلت وفي نفس الناس تانيين استعملوا بنفس التكنيك برضو في different patient with no result. وده السبب بتاعه. هل لازم اعمل activation في BRP ولا لا؟ الاكتيفيشن معناها حاجتين اتنين تو بروسيس. اول بروسيس اللي هي دي جرانيوليشن اوف ذا بليتلت تو ريليز جروث فاكتور وتاني حاجه فايبرينوجين كليفج تو انيشيت ذا ماتريكس فورميشن. الاكتيفيشن ممكن يحصل بطريقتين لا اما اكسوجينس او اندوجينس ميثود. اكسوجينس هحط عليها لا اما ثرومبين او كالسيوم كلورايد اعمل لها مالتيبل فريز سو سايكل يعني اجمدها وافكها كذا مره نحط جيلاتين او نحط ادرينالين. لو عملت اكسوجينس اكتيفيشن ده هيؤدي الى ريليز اوف 90% من الجروث فاكتور بتاعتها ان ذا فيرست اور يعني ده هيديني رابيد افكت او رابيد ريسبونس. في ناس ما بتفضلش تعمل اكسوجينس اكتيفيشن ريبورتد وقالوا ان هم بيعملوا اندوجينس اكتيفيشن مجرد ان انا لو حقنت البي ار بي كده في السكن كونتاكت بتاعتها لو حصل كونتاكت اوف ذا بليتلت مع الكولاجين او مع البيزمنت ممبرين ده هيحصل لها اندوجينس اكتيفيشن وتبدا تطلع الجروث فاكتور بتاعتها بس بنلاقي 80% اوف ذا جروث فاكتور بتبدا تطلع ويزن 7 دايز يعني الريزلت بتاعتها بتبقى ديليت شويه بس بتجيب ذا سيم ريزلت. ايه الجروث فاكتور اللي بتطلعها البليتلت؟ في اكتر من 20 جروث فاكتور لو ان هي بتطلع من البليتلت.
example ليهم بليتلي درايفد جروث فاكتور، ترانسفورم جروث فاكتور بيتا، بليتلي درايفد انجيوجينيسيس، ابيثيليال سيل جروث فاكتور، فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور، ابيديرمال جروث فاكتور. دول لسه اذر جروث فاكتور زي الفايبرينوجين، الفيترونكتين، بليتلت فاكتور 4، مالتيبل جروث فاكتورز. بدانا نجربها عندنا على حالات الفيتيلجو، لان الفيتيلجو معروف ان هو از ا تاف تشالنج تو ميني درماتولوجيست، وفي مالتيبل ثيرابيوتيك موداليتي افيلبل، بات نان از يونيفورملي افكتيف. فاستعملناها على 40 بيشنت اوف فيتيلجو. دي الطريقه اللي عملنا بيها بريبريشن للبي ار بي. خدنا 20 سي سي اوف بلاد، لازم تتحط على ستريتد صوديوم ستريت ببرسنتج 1 ملي من صوديوم ستريت لكل 9 ملي اوف بلاد. وعملنا دبل سبين سنتريفيوجيشن، الفيرست سبين ات 4000 ار بي ام فور 5 مينيت، والسكند سبين الفيرست ات 3000 RPM 4-5-7 minutes والسكند at 4000 RPM 4-5 minutes. دي الاكسكلوجن كرايتيريا. قبل ما اعمل بي ار بي لاي بيشنت لازم اتاكد ان هو ما عندوش اي بليدنج اور كواجيليشن تندنسي اور اكيوت انفكشن، هي دي اهم حاجه. في منظمه عالميه اسمها الانتي دوينج انستيتيوت كانت حاطه البي ار بي سنه 2009 كممنوع استعمالها كانترا ماسكولار انجكشن بس، لكن هي سيف بديفرنت ميثود. بعد كده في 2010 شالتها، حتى شالت الكونترا انديكيشن دي وقالت ان البي ار بي كومبليتلي سيف، ممكن نستعملها باي اول تكنيكس. ده عيان الفيتيلجو، بنديله ادينا له جلسات بي ار بي انترا ديرمال انجكشن افري 2 ويكس. ذا باترن اوف ريسبونس كان ديفيوز ان موست اوف ذا بيشنت، ولقينا ان 100% اوف ذا بيشنت جيت ريسبونس في الفيتيلجو، بس ranging from excellent response to moderate and mild response in about 40% of the patient. ده example for case of segmental vitiligo. Segmental vitiligo دي احنا عارفين كلها ان هي من الحالات اللي very resistant، والبيشنت دي الريزلت بتاعتها after 2 سيجن only او بي ار بي، يعني هي ممكن توصل للنتيجه دي او اقل لو اتعملت لها كمان ميني جرافت او ميلانوسايت جرافت، ممكن ما بنوصلش للريزلت دي. بالبي ار بي after 2 سيجن لقيناها بالمنظر دي. ده another patient of vitiligo before and after، برضو before and after. هنا vitiligo على الاي ليد، برضو معروف ان الاريا دي بتبقى very difficult to treatment، even حتى topical corticosteroids بيبقى dangerous for use for prolonged period. هنا with the BRB was very safe and effective. Also it is highly effective in a child and completely safe. ده patient showing mild response. عملنا كمان هيستوباثولوجي قبل الفيتيلجو before and after، لقينا في increase the number of melanocytes في البيزل سيل layer و increase the basal pigmentation. Side effect very minimal or mild ranging from pain to ecchymosis or appearance of new lesion may occur in the active cases only. The mechanism of action of BRB in vitiligo is exactly unknown because the BRB does not contain growth factors that stimulate melanogenesis, and also the BRB may contain antibodies against melanocytes. عشان كده دي كانت تشالنج ان احنا نعمل لها explanation، بس احنا لقينا في كذا ميثود ممكن نفسرها بيها، ان الجروث فاكتورز الموجوده في البي ار بي بتعمل امبروف ذا انتر اكشن بتوين الميلانوسايتس مع الكيراتينوسايتس والفايبروبلاست، وان ليها انتي انفلاماتوري افكت، زائد ان هي كيمو اتراكتان تو ستيم سيل اند ستيمولات ذا اندفرنشيتد ميزنكايمال ستيم سيل. ده ليد تو فيرسر سبورت تو سيروي نون از ميلانوسايتولوجي سيروي ان فيتيلجو. السيروي دي بتقول ان الميلانوسايتس بتاعت البيشنت بتاع الفيتيلجو عنده جينيتك ديفكت او عنده ديفكتيف برودكشن اوف جروث فاكتور بتخلي الميلانوسايتس دي فيري ويك اتاتش تو ذا ابيديرمس، فبيحصل لها مع الماينور تروما او مع الاوتو اميون بروسس بيحصل لها ايزي ترانس اليمينيشن وبتبقى لوست فروم ذا سكين. عشان كده مع البي ار بي ما بنحقن جروث فاكتور بتبقى ويل استابليشد ان ذا ابيديرمس. طيب في انديكيشن ثانيه للبي ار بي جربناها برضو في حاجات ثانيه زي الريزيستنت كيسز اوف الوبيشيا ارياتا. ده بيشنت بيفور اند افتر، والبيشنت ده كان بياخد انتراليجنال كورتيكوسترويدز وكان نو ريسبونس. هنا
مع البي ار بي لقيناها برضو كومبليتلي سيف اند هايلي افكتيف. ده بعد 6 سيجن انذر بيشنت. احنا كنا بندي بي ار بي في الالويشيا ارياتا كل اسبوع، هنا برضو كومبليت. البي ار بي بنسميها فامباير ثيرابي، بيقولوا عليها فامباير ثيرابي لان هي نفس الفكره ان الفامباير بيتغذى على البلاد وبيرجع تاني شباب تاني، فهي عشان كده سموها الفامباير. طيب احنا ندخل بقى في حته تبع الجراحه شويه، معلش بقى، في الدايبيتك فوت. ماشي، ده في الدايبيتك فوت البيشنت ان كنترولد دايبيتس وعنده كرونيك ليج السر. الكرونيك ليج السر دي سام تايمز بتبقى بريزيستنت وات مي اند باي امبيوتيشن. هنا بتريتمنت بالبي ار بي لوحدها بس حصل كومبليت هيلينج. ده انذر بيشنت دايبيتك فوت كومبليت هيلينج، والملاحظ كمان بيحصل فيه امبروفمنت في البريفرال نيوروباثي. الحالات دي مش الشغل بتاعي انا على فكره، ده شغل كان طالب عندنا في سنه خمسة وكان انترستد، حضر ورك شوب في البي ار بي انا عملته قبل كده من سنتين، وتعلم وراح عمل الحالات دي وجاب لي الصور وريها لي. هو دكتور محمد مجدي بدري بصراحه، وانا فخوره جدا ان طنطا بتخرج يعني ناس بيشتغلوا في المجال دوت في اماكن ثانيه. دي الصور بتاعته، اتعلم الطريقه وجه وراني. طيب في اذر انديكيشن برضو للفامباير ثيرابي استعملناها برضو في حالات الاستريا ديستنسا، طبعا من الحالات برضو اللي هي فيري ريزيستنت تو تريتمنت. هنا البيشنت بيفور اند افتر عملت ماركت امبروفمنت سبيشالي في الاسترايا البا، مع ان هي من الحاجات الحالات الريزيستنت جدا. برضو بيفور اند افتر الحاله دي برضو من الحاجات اللي انا بفتخر بيها قوي قوي. في دكتوره نائب عندنا دكتوره مروه السمونجي خدتها كتشالنج. البيشنت ده كانت هيربس جيستاتيونس وكانت اون كورتيكوسترويد ثيرابي، تاخد كورتيكوسترويد ثيرابي لمده طويله جدا، وبعديها بعد ما حصل هيلينج وقفت الاسترويد، بس الارم بتاعها كله بقى سيفير استراي بالمنظر ده. الكومبلين بتاع البيشنت دي طبعا مش الديسفيجرمنت، الكومبلين بتاعها اللي هو السكين كان فيري فراجايل اند فيري ويك لدرجه بيحصل له مالتيبل بليدنج وذ ميني تروما وذ فيري مايلد تروما. الحاله دي عملنا لها برضو مالتيبل سيجن او بي ار بي مع مايكرو ديرما بريجن، ودي كانت النتيجه السكين بقى مور سترونج اند مور ريزيستنت تو بليدنج اند تو تروما. بالهيستوباثولوجي في الاسترايا في امبروفمنت انكريز ثيكنس اوف ذا سكين اوف ذا ابيديرمس اند ابييرنس اوف ذا ريت ريدجز. عملنا كمان اورسين ستين عشان نشوف، والفانجيسون ستين بعد 3 شهور وبعد 6 شهور لقينا ان الالاستيك فايبر اند الكولاجين فايبر بقى انكريز ان ثيكنس اند مور ريجولاري اور بارال ارينجد. ده معناه ان البي ار بي از كومبليتلي افكتيف ان استرايا ديستنس بيفور اند افتر في increase the thickness and the regularity of the collagen and the elastic fiber. الكونكلوجن ان اوتولوجس بي ار بي انجكشن could be considered as an effective alternative therapy in the treatment of vitiligo resistant cases of alopecia areata, striae distensa and diabetic foot. It could be considered as an effective therapy. It is safe, has minimal side effect. It is associated with better acceptance by the patient and it is cost effective. هي non invasive، بتعتبر non invasive technique لان او minimally invasive and it is time saving than stem cell processing and treatment and it does not require special equipment. بس مهم قوي نعرف ان في حاجات كتير قوي محتاجينها لسه برضو في البي ار بي. المفروض نعرف ايه هي الايديال ميثود بالظبط فور بي ار بي سيبريشن والايديال كونسنتريشن اوف ذا بليتلت، لان تو سمول بليتلت كونسنتريشن ويل بي ليتل افكتيف اند تو ماتش بليتلت كونسنتريشن، لو زادت البليتلت كاونت عن 4 مليون هتبقى ان افكتيف لان هيحصل لها كواجيوليشن. الدوز اند الفريكونسي اوف ذا انجكشن برضو محتاجه ان هي تبقى معروفه او ستاندرايزد بيفور ذا بيشنت كام تو يو لايك ذس اند فامباير ثيرابي از بيكم مانديتوري فور افري بيشنت. ثانك يو. احب بس اشكر دكتوره ليلى منصور استاذ عندنا في الجلديه التناسليه فور الكوبريشن بتاعها معانا في الهيستوباثولوجيكال اكزامينشن. ثانك يو.